56% من الجزائريين يعانون إما من زيادة في الوزن أو مرض السمنة، مؤشر عرف ارتفاع خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير نمط العيش لدى أغلب الجزائريين، نسبة أغلبها معرضة للإصابة بالسكري في حالات متقدمة. السمنة راهي حاليا مرض في حد ذاته، مرض موجود. نسبة السمنة في الجزائر تقريبا كنا نهزو السمنة كمرض عند الرجال تقريبا 16%، عند النساء تقريبا 32% كمرض سمنة وليس زيادة في الوزن. لما نهزو زيادة في الوزن ما بين السمنة ما بين زيادة الوزن عند الرجال وعند النساء رانا تقريبا 56%. إذا الجزائري من اثنين راهو يا عنده زيادة في الوزن يا راهو عنده سمنة. لماذا نتكلم على هذا السمنة؟ لأن السمنة هذه راح تعرض الإنسان إلى مرض السكري، ومش غير مرض السكري، أمراض أخرى، مرض الكبد، مرض القلب، مرض المفاصل. النساء والشباب من المراهقين خاصة كان لهم الحصة الأكبر من نسبة السمنة وزيادة الوزن في الجزائر، ارتفاع أكد الخبراء أنه راجع للنظام الغذائي الغير متوازن. ولكن هناك دراسات أخرى تبين باللي كاين نسبة زيادة الوزن والسمنة في الأطفال في الجزائر قاعد يتزيد ويزيد بطريقة كبيرة. ممكن العوامل معروفة، هو نقص الحركة، نقص الرياضة، ولكن تغيير نمط الغذائي أستاذة، نمط الغذائي، اللمجة اللي راهي مش صحية، المشروبات الغازية، الحلويات، هذوك لي بار شوكولاتي، يعني الأمور اللي فيها الحلاوة اللي هي عند الطفل تاعنا في المدرسة تساوي لمجة. 30% des femmes algériennes sont obèses et ont à peu près 15% des hommes qui sont aussi obèses. L'obésité soumna ماهيش تخص غير الانسان يعني المسن ولا يعني ان ادولت، حتى الاطفال، الاطفال هم ثاني معرضين للسمنة. تقدري تقولي لي ما هي يعني الاسباب؟ الاسباب السمنة هو سي لو ديزيكيليف في لا بالانس انرجيتيك، يعني الانسان عنده واش الدخول المدخولات لي زونتري ولي سورتي نو سون با ايكيليبري. ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وإنقاص الوزن لتقليص خطر الإصابة بالسكري أكثر من ضرورة بعد أن تحولت الظاهرة إلى مرض العصر.